وصلت مرحله ما اقدر اتحمل الاخطاء اللي تحدث من بعض الاطباء مع الرياضيين تهويل كل شيء يصير في حياتهم من فحوصات دم، من مكملات ياخذونها، من امور مختلفه ودائما يرمون اللوم على اللاعب، والله انت قاعد تسوي كذا، القراءة الدم هذه بسبب الامر اللي قاعد تسويه، انت قاعد تاخذ بروتين، قاعد تاخذ كرياتين، لحظه لحظه رجاء يعني لحظه بس احنا الان في 2023، انا لا الوم الاطباء لان لا يدرسون هذه الامور في الجامعه، لا يدرسون هذه الامور الخاصه بالرياضيين في الجامعه، اساسا هذه الامور مستحدثه. حتى قراءه الدم، كرياتين كاينيز، يوريا، كرياتينين، استميت جي اف ار، عده امور قد تختلف وتكون مرعبه بنظره الطبيب كشخص طبيعي ولكن الرياضي هذا شيء عادي. كرياتين كاينيز يمكن يضرب 3000 ممكن الاي اس تي ال يضربون ارقام جدا عاليه ممكن اليوريا وايد عالي الكرياتينين وايد عالي الاستيميت جي اف ار وايد منخفض اتيك طبيب تهول الموضوع للرياضي لدرجه تسبب له قلق تسبب له هوس خوف بعض الاطباء يوصل مرحلة انه يدخل اللاعب بمرحله اخذ ادويه وهو ما عنده مشكله ليش؟ لان الطبيب ما عنده علم لا تزعم كلامي نعم الطبيب قد لا يكون عنده علم نهائيا في قراءة الدم الخاص بالرياضيين يعامل الرياضي بمعاملة شنو؟ يعامل الرياضي بمعاملة الشخص الطبيعي والله أنت شخص طبيعي ما عندك مشكلة معناته إذا عندك ارتفاع في هذا الأمر خلاص لا انت معساك اللي تكبي لا الكرياتين الكرياتين وأقف لا وقف الكرياتينين وقف الكرياتين وقف البروتين لحظه هل الان اذا سالتك سؤال كطبيب قلت لك هذه الماده الكرياتين كمثال فقط هذه الماده ككرياتين وعطيت الشخص ايش اشرح لي آلية العمل من دخولها من الفم إلى زيارة مستوى الكرياتينين في الدم أنا أجزم لك مئة بالمئة ما راح تعرف تشرحها ولا تسأل من كلامي لا إذا راح تعرف آلية عمل هذه الأمور أنا متأكد راح تعرف أن هذا الشيء طبيعي ليش الكرياتين كانت ترتفع دك... هذا الأسبوع فقط هذا الأسبوع ثلاثة حالات من الأشخاص مهولين لهم أمورهم بحطة الدم اللي عندهم قاعد تأخذ كذا وقف كذا سو كذا مرة ثانية ما قالوا أنا اتذكر وانا عمري 16 سنه عمري 16 سنه كان عندي بروتين وكرياتين وكذا ورحت المركز الصحي عندنا المستشفى حكومي السلام عليكم وعليكم السلام شنو عندك والله ما عندي شيء انا بس اسالكم انا شخص ما اعرف عندي بروتين كرياتين شو اسوي؟ الدكتور تم طالع كذي يقول شنو؟ قال لي لحظه راح نادي زميله وتشاور تشاور هذه مصيبه هذه بتوديك في داهيه قطها في الزباله كرمكم الله و طلعت من مكاني قلت لهم ما تشوفون شر وتناولتها والى الان اتناولها. انا اقول لك شغله مهمه اذا انت الان لا تعرف هذه الامور عادي ترى انا في ما اعرفه اتعلم ابحث اطلع في السابق نزل نزلت في إحدى البوستات دراسه مستحدثه دراسه قويه جدا وتبين ليش فحوصات الدم تختلف عند الرياضيين ليش تختلف؟ وعلى اي اساس؟ وا 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 طبعا قبلها كنت بنزل الموضوع بس بدون الدراسة قلت أنها تختلف وكذا هاجموني الأطباء وما تفهم وت... يوم نزلت الدراسة ورفقتها ونزلت موضوع قوي صمتت أو أغلقت الأفوة آسف يعني على هذا المصطلح ولكن اليوم إحنا في زمن زمن الدليل من يملك الدليل يملك القوة أما اليوم تطلع تقول لي ممنوع ولا ولا تسوي كذا ولا تسوي كذا وهذه بيسوي لك مصيبة هذه مصيبة هذه مصيبة أنا ما عندي مشكلة اليوم أي جهة حكومية في كل العالم العربي يبوني أقدم دورات أ... أثقف ال... الأطباء في هذا الجانب بنو ولا مبلغ ولا ربية لا تعطيه ولا فلس هدفي أنا أغير هذه العقول في الجانب الطبي لا تنظر حق نفسك يا طبيب أنك تفهم كل شيء عادي عادي أنت درست في الجامعة أمور خاصة في أمور ما تعرفها عادي كونك دكتور دول انك طلعت يعني انك سوبرير تعرف كل شيء انا ايضا لا اعرف كل شيء في امور كثيره ما اعرفها عادي لذلك لو نستمع لازم نتعرف نتعلم لازم نفهم امور اخرى احد الحالات سمعوا هذه الحاله اللي جاتني من يومين واحد من الشباب في عمره في الثلاثينات صار عنده انخفاض الرغبه الجنسيه خذ خذ ساكل ستيرويد الرقبة ما صار فيها شيء ما تغيرت راح حق طبيب قال له دكتور انا عندي مشكله في نزول الرغبه الجنسيه وما اعرف شو اسوي. اول خطوه سوها الدكتور شنو سواله؟ له؟ اعطاه تستوستيرون. <applause> كابتن ليش تعطي الشخص تستوستيرون وانت اساسا ما تقدر مو عارف شنو المشكله أساسية عمره صغير هو كان تستوستيرون عنده طبيعي. هل ممكن ارجع تستاسترون او لا؟ ليش ادخل تستوستيرون؟ بس اني مو مشكله هني، انا ما عندي مشكله في هذه النقطه فقط. عقب ما دخلت تستوستيرون وصل مرحله انه صار عنده تثدي صار عندنا تثدي بسبب افراط التستوستيرون تحول الى استروجين او استراديول بالتالي رفع عرضه الشخص الى التثدي صار عنده تثدي يا حق دكتور صار لي تثدي شو اسوي؟ قال لا لا التثدي يا ما انا مالي علاقه فيه زين شو العلاقه فيه؟ تاخذ مكملات ياخذ أمي هذا السبب تخيل يقول لك تاخذ اوميجا 3 تاخذ فيتامين د تاخذ هاي السبب تعال امانه في بعض الاطباء بعض الى الان حد يزعل بعض الاطباء ينت... اذا ما يعرف شنو سبب العله ينتظرك بس تقول قاعد تاخذ بروتين بس هاي السبب <applause> يعني ناطرين لحظه اللي تقول تاخذ مكمل غذائي ناطرين لحظه تقول كرياتين ناطرينها هاي الدم عندهم ها شو اقول تاخذ بروتين بس <applause> <applause> لا يا شباب لا يا دكاتره مو كذي الموضوع مو كذي الموضوع اذا احنا ما نعرف موضوع المكملات شلون تشتغل اليه عملها هذه بيعرف لازم تفهم اليه عمل الشيء ما تحفظ حفظ افهم الاليه ف يعني اتمنى من الاطباء اتمنى اتمنى انا جاهز اي جهه حكوميه في اي مكان في العالم العربي تبيني اقدم دورات تبيني اقدم كيف؟ والله ما ابي منكم ولا دولار واحد ولا دولار واحد. ابي بس توصل الرساله. وما راح اشرحها بطريقه عاديه، راح اشرحها بطريقه علميه دقيقه جدا بمستوى نفس مستوى العلم الاطباء واعلى من ذلك. عشان نستوعب ليش احنا كاطباء لا نهول الامور للاعبين والرياضيين. اتمنى توصل الرساله.